هناك رسالة من والدة باران: كثير من حالات الحب انتهت بسبب الكبرياء، كيف يمكن للمرء أن يتحمل هذا الحداد؟ وضع باران وديلان مفجع، حتى القدر يعتقد أن الزوجين سيعبران عن حبهما لبعضهما البعض قريباً جداً. والدة باران ستكون بلسماً لجراح الزوجين بالملاحظة التي تركتها على صفحة في الماضي. هذا المشهد له معنى كبير. والدة باران توجه رسالة رسمياً إلى ابنها وزوجة ابنها. يجب على باران وديلان الآن أن يفتح أعينهما ويحاول رؤية الحقيقة. لا ينبغي أن ينتهي هذا الحب في قاعة المحكمة. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. تم التوقيع على أوراق الطلاق. هل سيحدث الطلاق؟ آخر خروج لديلان وباران قبل الطلاق. الثنائي إما أن يعترفوا أو يدفنوا هذا الحب في قلوبهم. باران وديلان هما نبعان مرة أخرى. يمكنهم الآن أن يكتبوا في مذكراتهم أنهم وقعوا على أوراق الطلاق وهم يبكون. كيف توصلت إلى موضوع الطلاق هذا عندما كان كل شيء على ما يرام؟ وعلى الرغم من كل شيء، ألقى الزوجان نفسيهما على الشاطئ مرة أخرى. ولحسن الحظ، فإن القتال لم يندلع، حتى أنهم يستمتعون. هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ديلان تتمتع بمثل هذه المتعة الصادقة والصادقة. ماذا يعني هذا؟ بدأت تشعر بالارتياح حول باران. الكلمات الصغيرة اللطيفة لبعضها البعض تخفف من العلاقة بين الزوجين. كما قلنا، ديلان وباران عنيدان أيضاً. أستعد لرؤية الثنائي في أروقة المحكمة. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. هل سيقاتل باران من أجل ديلان؟ بينما تدق أجراس الفراق، يسود الصمت على جبهة باران وديلان. تزول الفوضى والعاصفة والدموع والدماء، وتحل محلها قطتان. عندما كان الاثنان مسترخيين، كان من السهل أن ينفخوا ويهدروا على بعضهم البعض. الآن الخوف من الطلاق يحيط بالزوجين، ومن الواضح أنهم لا يريدون التخلي عن بعضهم البعض، ولكن هناك الكثير من الكلمات التي لم يتم التحدث بها. سمع ديلان أحكام باران بشكل غير كامل بسبب أزاد. الآن لهذا السبب انضم إلى القبيلة ولا يريد أن يسلب شباب باران. بينما كان ديلان يتحدث مع عمه قدرت، استمر في الحديث عن قلب باران الذهبي وأنه سيكون أبا مثاليا. وداع ديلان لباران. من الممكن رؤية باران على شكل نافورتين بعينين. الوداع يترك الرقبة منحنية ومجروحة. في المسلسل يبدو أن لم الشمل يهيمن على الأزواج الآخرين. فرات وجول يقبلان يد قادر. لقد اجتازوا المرحلة الأولى. علي أيضا دخل على العائلة. لنرى في يديه من ستنفجر القنبلة. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. ديلان يخطئ. دخل باران وديلان في دائرة لا معنى لها. حتى الجمهور لم يفهم أين ومتى انكسرت الحبال. كيف وصلت الأمور إلى حد الطلاق؟ وبينما شهد ديلان وباران أحداثاً أكثر خطورة، فإن العملية الحالية غريبة. غادر سيرا بالمنزل. تم تنوير ديلان بهذه القضية وعلم أنه لا يوجد شيء بينه وبين باران. مع انتهاء الثأر الدموي، سمع ديلان نصف خطاب باران من الباب. لقد حرم من الكلمات الطيبة التي قالها باران عنه. لقد عدنا إلى البداية من جديد. تتقدم علاقة باران وديلان بطريقة ثنائية للأمام والخلف. قاتل فرات من أجل الفتاة التي أحبها. أمسكها من ذراعها وأخذ أنفاسها في قاعة الزواج. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. الكلمات النهائية: آخر خروج لديلان وباران قبل الطلاق. الثنائي إما أن يعترف بهذا الحب أو يدفناه في قلبيهما. يشعر باران وديلان بالتوتر والتفكير الشديد عندما يقتربان من مرحلة الطلاق خطوة بخطوة. وصل الزوجان على مضض إلى حد الانفصال. بينما يتساءل باران عما إذا كان قد حارب بما فيه الكفاية من أجل ديلان، فإنه يشعر بالحزن لرحيل ديلان. ديلان،
الذي ينزعج بشدة عندما يخرج قرار الطلاق من فمه يستجوبه قادر. ديلان ليس لديه إجابة، إنها في مأزق لأنها لا تستطيع سماع ما تريد سماعه من باران. يبدو أن باران وديلان ينظران إلى بعضهما البعض للمرة الأخيرة. سيقوم ديلان بإعداد هدية وداع لباران، أنه يولي اهتماماً كبيراً لهذا. بينما تنشغل باران بأحلام فارغة، يساعدها باران على التوقف. كيف سيشعر ديلان عندما يسمع هذه المحادثات؟ بينما يعتذر ديلان لباران، فهل لديهما الشجاعة للعودة دون طلاق؟ زوجان آخران تم اختبار حبهما هما فرات وبول، كل من حس وقادر يشكلان عائقاً أمام هذه العلاقة. يبدو أن الزوجين لا يمكنهما الالتقاء بسهولة إلا إذا تزوجا يلدريم. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. هل تعتقدين أن هذا الطلاق سيحدث؟ مرحبا بعشاق زهور الدم. من المستحيل أن نفهم ديلان وباران، كلاهما عنيد، هذا أمر مؤكد. بعد كل هذه الأيام السيئة، يجد الزوجان المعجبان ببعضهما البعض الحل في الطلاق. هل تعتقدين أن هذا الطلاق سيحدث؟ هل سيتزوج ديلان وباران مرة أخرى بمحض إرادتهما؟ هل هذه هي الطريقة التي ستعمل بها هذه العملية؟ إذا حدث مثل هذا الوضع، يمكن أن يصبح الوضع أكثر خطورة. يمكننا أن نشهد ألم الانفصال بين ديلان وباران، وبالطبع من الممكن أيضاً أن يسافر ديلان إلى الخارج وينهي دراسته ويعود. ستكون علاقة ديلان وباران في ورطة كبيرة. يتقدم الزوجان بنمط جيد وسيء. فبينما كنا قبل دقيقتين نمزح ونرقص، وبعد دقيقتين نرى السيوف مسلولة. أين المشاهد التي حدثت في منزل تلك العمة؟ أين المشاهد الآن؟ سراب استيقظ للتو. صباح الخير. يقول باران إنه يحب هذه الفتاة. هل يمرر لك باران الكرة؟ يستمر في الالتفاف حول ديلان. لماذا تنجرف هؤلاء الفتيات في أحلامهن بهذه السرعة؟ أفضل الهدايا لأحبائك لم يبق في مسلسلنا سوى فرات الذي لم يعاني من ألم الحب، كما أنه يحب جول بشدة. يبدو أن حسن لن يسمح بهذا الوضع، لكنه سيء للغاية. إذا ذهبوا وتزوجوا دون سابق إنذار، فلا يهم، وإلا ستكون الأمور صعبة بعض الشيء. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. الطلاق خطوة بخطوة. تبدأ إجراءات الطلاق.